انتهت تحديات كورة هذا المساء، ننتظر اللحظة الحاسمة، لحظة إعلان الفريق الفائز بعد قليل. إذن هي لحظات ترقب، لحظات حذر بين الفريقين، يقفون ينتظرون لحظة إعلان النتيجة من الكابتن حبيب جعفر. تفضل كابتن. شكرا على نقول هارد لك القطاع 11 ومبروك 42. يلا يلا قاسم. مال زماط احنا طبينا، مال زماط احنا طب، ومال زماط احنا طبينا، مال زماط احنا. نبارك للفريقين هذا الوصول إلى المرحلة الثانية، ونبارك لهم هذا الانسجام وهذه الروح الرياضية. مشاهدينا الأكارم، نلتقي غدا. السلام عليكم ورحمة الله.